عن تحلية مياه البحر للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فليتفضل حد واضع السؤال مشكورات. تفضل سيدنا ابن المحترم. سيد وزير، عن تعميم محطات تحلية مياه البحر نسائلكم. شكرا سيد نائب، الكلمة لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيسة، شكرا سيد نائب المحترم. اعتمد المغرب تحلية مياه البحر لتزويد أقاليم الجنوب بالماء الصالح للشرب نظرا للضعف الموارد المائية التقليدية بها، وذلك عن طريق إنجاز محطات صغرى وأخرى متوسطة، نذكر منها محطة مدينة العيون ومحطة بوجدور ومحطة طرفية. وفي السنين الأخيرة أبان توالي سنوات جفاف عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة وضرورة تنويع مصادر التزويد، حيث تم اللجوء إلى تحلية الماء البحر كأحد البرامج المحورية لتأمين التزويد بالماء الشرب ودعم المياه السقي. وبفضل المجهودات المبذولة تتوفر بلدنا حاليا على 14 محطة لتحليل مياه البحر بقدرة 149 مليون متر كوب في السنة، ويتم حاليا إنجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 135 مليون متر مربع بكل من جرف الأصفر وأسفي والدخلة وسيدي إفني وأمكريو والقرقرات. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم، تعقيب ديالكم السيد نائب المحترم. فعلا لرفع التحديات المرتبطة بالأمن المائي لجأ المغرب إلى العديد من الإجراءات، منها المخطط الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والمياه السقي 2020-2027 التي تندرج في إطارها استراتيجية تحلية مياه البحر. أكيد أن عوامل نجاح هذه الاستراتيجية كلها متوافرة، حيث يمتلك المغرب واجهتين بحريتين مهمتين بالإضافة إلى إمكانيات متاحة في مجال الطاقات المتجددة. في الحكومة مطالبة بالتفاعل بجدية مع التوجيهات الملكية المتعددة في الموضوع من خلال تسريع وتيرة إنشاء محطات تحلية المياه. بالمناسبة المغاربة مازال كينتظروا توضيحات حول الصفقتين المبرمتين في هذا الإطار، فهي ملزمة كذلك بتعميم محطات تحلية المياه بمختلف المناطق. أين هي العدالة المجارية بمشروع واحد من محطة تحلية البحر في الساحل المتوسط؟ الشرق، جهة الشرق عطشانة وجدا ينقطع عليه الماء يوميا، واحد الشرق والجنوب الشرقي ضرعة تافهة تسقى فقط بالتيمم للذاكرة فقط. شكرا السيد نائب المحترم، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ شي توقيت للسيد الوزير؟ شي اضافه السيد الوزير؟ باش نطمئن سيد النائب، هناك يعني مشترك في هذه النقاط اللي تكلمت عليها اليوم، هو ان الهم ديال الحكومه حاليا هو اننا نتجاوبوا مع اشكاليه ديال العطش اللي كيعيشوها بعض المناطق، لان للاسف كان هناك تاخر في مجموعه ديال المشاريع منذ سنين وسنين، ولكن هذه الحكومه غتحمل مسؤوليتها وغتجاوب مع الاشكاليات اللي كيعانيو منها مجموعه ديال المناطق المملكه المغربيه. وشكرا.